انا دايما بقول لكم عايزه زبادي يوناني ومش بتلاقوه او بتلاقوه غالي، فاحنا بنجيب الزبادي العادي خالص من عند اللبان ونصفيه من ميته في شاشه في مصفى. شايفين الشرش اللي نزل منه ده كله؟ ده ما بيترميش، ده مفيد جدا. تحطوه على حته جبنه، تحطوه في علبه الجبنه يحافظ عليها، تحطوه في الزبادي الخلاط وانتوا بتعملوا العصير، يعني مش بيترمي. بس انا مش عايزاه في الوصفه دي، اوكي؟ فمش هرميه، ولكن هاخد الزبادي اللي اتصفى هنا نسيبه مثلا نص ساعه ساعه اهو، وده مش هيترمي. بعدين انا ده ذوق شخصي بحت ملوش اي علاقه باي حد، مش بحب الزبادي يبقى مكتل، فبحط له معلقه واحده من السكر واضربه بالمضرب عشان يبقى فلافي وما يبقاش فيه اي تكتلات. والصراحه انا بشوف ان الاطفال بالذات وكبار السن الحركه دي بتفرق معاهم جامد قوي قوي، وما اخدوش سكر ولا حاجه. انا حطيت نص معلقه سكر او معلقه شاي على الكمية دي كلها اللي هي كيلو من الزبادي او نص كيلو من الزبادي، ده نص كيلو مش كيلو. فمش هيديهم يعني سكر، بس بصوا بيخليه عامل ازاي، بصوا كريمي جدا جدا. وانا بشوف الصراحة انه كده شكله ونكهته بيبقى احلى بالذات للاطفال وكبار السن، وانا اعتبروني مع الاطفال او مع كبار السن مش مشكلة زي ما انتوا عايزين. خلاص عملناه كده، اوكي السكر مش عايزينه تاني. بعدين نبتدي نجيب بقى شوية فاكهة، اي فاكهه موجوده في البيت او موجوده في الموسم اللي احنا فيه. خوخ، فراوله، اللي موجود اللي موجود هنستخدمه، مش هنتقيد بحاجه معينه. ادي الخوخ، صف كده خوخ، وبعدين صف عملناه من الفراوله، وادي شويه تفاح، وادي شويه زيهم الناحيه التانيه، يعني بنحاول نعمل منظر كده. وادي شويه فراوله، وادي شويه فراوله، وبعدين خوخ، اي حاجه يا ولاد اللي موجود عندنا هنستخدمه، ولا هنتقيد ولا هتفرق معانا اي حاجه، ولا هيفرق معانا تقطيع. يعني انا مثلا ماليش خلق اقف اقطع كده يا اميره، لا مش لازم. قطعي التقطيعه اللي انت عايزاها، قطعيهم مكعبات شرايح مش مشكله خالص. وادي شويه موز، هو طبق فاكهه من الاخر، يعني هو طبق فاكهه بس متدلع شويه شكلا وكمان قيمة. ليه بقى؟ لأن حطينا له الزبادي وهنحط له عسل أبيض. عشان كده أنا قلت لكم السكر اللي في الأول ده أنا مش مستخدماه كتسكير، أنا يدوبك عشان أخد حاجة كريمي خالص من الزبادي.